بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، المتتبعين ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية يا ربي ارحم الراحمين. المتتبع اليوم عندنا فيديو جديد ومغاير على الفيديوهات اللي مالفة كندير معاكم، ونبغيكم الله يجازيكم بخير، ديروا البصيمات وتبارطاجوا وديروا اللايك إلا عجبكم طبيعة الحال. إلا عجبكم الفيديو، وأنا متأكدة بأنه غادي يعجبكم إن شاء الله بإذن الله. الفيديو ديال اليوم، وغادي ياخذوا منه أخوات عبرة، وغادي يستافدوا منه ناس أخرين اللي هما كي غادي فواحد الطريق اللي مغايرة للدين ديالنا، ولا الشرع ديالنا، ولا المتتبعين ديالي. اليوم غادي نتكلم معكم بصفتي مغسله، والمواقف اللي كنتحط فيهم، والموقف واحد اللي ما بغاش يتنسى لي، واحد الموقف اللي تحطيت فيه، ونبغي ننبه ليه المغسلات كاملين، ولا المبتدئات، ولا ماشي المغسلات، ولا غير كونك اختي بغيتي تحطيتي في واحد الموقف بانك هذاك النهار غادي تغسلي فيه، قدر الله. يعني كما كيقول المثل، الموت كاينه في كل لحظه، وفي كل حين، وفي كل بيت، وفي كل، ولكن العبره اليوم اللي غادي نتكلموا عليها هي على 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 على, على, على ماشي العبره، على التنبيه ولا التذكير، ولا الموقف اللي تحطيت فيه انا، وما بغاش يتنسى ليا من بالي، وبغيت نذكر به بانه المشعوذات واللي قات عن يدهم من يد الله تعالى، وما همش ما كيخافوش الله. بخلاصه العبر، ما كيخافوش الله. يعني ملي كتلحق بك الجراه انها حتى كتعود الام ديالك جوتا، وانت بغيتي، وانت القصد ديالك تشعوذي، وانت القصد ديالك تسحري، ملي كتعود الام ديالك، وانت في واحد اللحظه اللي خاصك تكوني بعدا، خاصك تكوني غير الهول انك غادي تفارقي الام ديالك، ماشي حتى شي حد اللي غريب، ولا شي حد اللي بعيد. القصه اليوم غادي نتكلم معكم على واحد النهارات من الايام، انا ما غاديش نذكر الاسم، وما غاديش نذكر فين، وما غاديش نذكر لا 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 شكون، ولا هذا هي عبره للمغسلات، ولا الناس اخرين. نبغي انا اي واحد يسمع ما يحبش هذا الفيديو عنده، يبارطاجيه، الله يجازيكم بخير، باش الناس ياخذوا الحيطه والحذر. قدر الله، واحد النهارات سبحان الله في الصباح بكري، بيت لي انا ولدي مريض، بين صباح نمشي نديه ندوز ليه، بيت لي ولدي مريض، صافي يلاه بان الضو، ود الفجر شويه بان الضو، صافي خرجت انا باش ندي ولدي ندوز ليه، معاه لابسه حوايجي خارجه، تلاقيت مع السيده في الباب، قالت لي امينه فين غاديه؟ قلت لها بيت ندي ولدي ندوز ليه، قالت لي عافاك راه فلانه ماتت، بغيناك تغسليها. قلت لها واخا، غادي ندي بلاتي واحد شويه، دابا راه باقي الحال، يعني واش بغا يدفنوها دابا ولا بغا يصلوا على الدور؟ قالت لي بغا يصلوا على الدور. قلت لها بغيتي ندي ولدي، غادي ندي ولدي دغيا انا ندوز ليه ونرجع، وهاني عندكم. داكشي اللي درت الاخوات، مشيت ديت ولدي دوزت ليه، جيت حطيت ولدي في الدار، عطيتو دواه شربو، صافي هزيت الساك ديال المعدات ديال الغسل، فيه الكفن، فيه الحقيبه، يعني تاع اللي فيها اللوازم، فيها الكفن، فيها الحنوط، فيها، راه كنت تشاركت معكم قبل واحد الفيديو قبل من هذا، راه كنت تشاركت معكم اللوازم اللي كيكونوا فيها. صافي مشيت هزيت ساكي خارجه، كنتفاجئ بولدها، كنتفاجئ بالولد ديال السيده اللي ماتت. تلاقيت انا وياه في الزنقه، يعني غادي انا نخرج من الباب تاع الدار، نسد ندور مع الزنقه نتلاقى معاه. السلام عليكم. عليكم السلام، راني كنت جاي لك للدار، بغيت نتكلم معك، الله يجازيك بخير، قبل ما تلحق الدار عندنا،
قلت له هي مرحبا. قال لي الله يرحم لك الوالدين، بغيت نقول لك الام ديالي انت الحمد لله طايقين فيك وعارفين انك وهذا، الام ديالي راه توفات. قلت له اجرك الله عزيتو فيها. قال لي راه كاينين شي ناس تما اللي هما مشكوك فيهم، وراه ناويين باش يديروا شي حاجه ديال الشعواده بيتك باش تاخذي زعما الاحتياط منهم، ولا ديري في بالك بانهم راه غادي يديروا شي حاجه. غادي نوريهم لك الله يرحم لك الوالدين، ولكن ما تذكرينيش ما تقوليش لا قال ولا ما. قلت له صافي الله يرحم الوالدين كاع، الا درتي هاد المبادره ووريتيهم ليا راه الله يجازيك بخير. يعني حنا كنكونوا مشاكين حتى في شي واحد، وخصك تكوني دايره الاحتياط، دايره احتياط في هذيك اللحظه من اي واحد، ديري منه الاحتياط. يعني ملي كانت فاش كتدخلي راه كتدخلي معك اللي في شي حد اللي هو امان ولا فيه الصدق ولا هو اللي كتدخلي معك. ما يمكنش تدخلي عام ولا شي حد اللي مشكوك في الامر ديالو وتدخليه معك، ما يمكنش تدخليه. صافي وانا نقول ليه، وانا نقول ليه شكون هو، يقول لي الله يرحم لك الوالدين كاينه اختي. يعني شوفوا الوقاحه، شوفوا الوقاحه اللي كي كتوصل بالانسان بالشخص. شوفوا الوقاحه كيفاش البنت بتشعود في الوقت اللي كاين الجنازه ديال تمها. لا اله الا الله، كاينه البنت وكاينه مرت خوها، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني منين كتعود الجثه ديال تمك قدامك، وانت كتقلبي على تشعودي ولا تقلبي ديري شي حاجه اللي ما ترضيش الله تعالى، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. البنت ومرت خوها، يعني كما قلت لكم البنت ومرت خوها هما اللي بغاو يديروا شعوك. البنت ما عرفتهاش انا لمن بغات تشعود، مرت خوها بغات دير شي حاجه لراجلها، على ما سمعت انا من خوها كما قال لي راه بدير شي حاجه لراجلها، راه كيضربها، راه بدير شي حاجه. فين انا واخا سمعت هاد واخا قال لي هو هكاك، يعني بيتنتاكد بيت حتى انا، يعني تبان لي شي حاجه باش نتاكد واش نيت هذاك الكلام صح ولا ماشي. انا اللي غادي ناخذ الاحتياط، ولكن نشوف واش غادي. وبالفعل هانتوما غادي تشوفوا اشنو اللي دارت هاد السيده، باش غادي نعرف انا بالله هاد الكلام اللي قال لي هاد الشخص راه بالله صح كاين. مشيت دخلت لقيت البيت مسدود. نعاود لكم دابا كيفاش النازله بحالاش من الاول حتى الاخر. دخلت لقيت البيت مسدود اللي فيه الجثه. دخلت انا وعروستها، كاينين واحد جوج بناتها دخلوا. من حليت انا البيت جاو حتى همايا دخلوا. بدا بنادم كيدخل، بداو عيالات لويسها، بنات عمامهم، يعني العائله كامله كتكب كل شيء في هذيك اللحظه. منين حطيت انا ساقي قلت لهم الله يجازيكم بخير، خرجوا يعني الا شفتوا الميته خرجوا، خلونا نبداو باش نوجدوها ان شاء الله بكري. كانوا البنات غادي يخرجوا، صافي ما كانوا غادي يخرجوا الناس اللي برانيين، البنات بيخرجوا هذوك الجوجات اللي هما كما قلت لكم خرجوا الناس. صافي خرجوا هذوك يعني البنات العمام والجيران وهذا خرجوا. البنات كانوا غادي يخرجوا، وقفوا عند 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 العتبه من الداخل. قلت حنا بغينا نحضروا الميتة تتغسلها. قلت لها مرحبا هي دخلوا، الا بغيتوا تدخلوا تبقاو معايا تنغسلها دخلوا هي، ما كاين حتى شي مشكل. يعني انا ما غاديش نمنع بناتها، ما نخليهمش يدخلوا عندها. صافي قلت لهم دخلوا فهمتي. بقاو واقفين عند قراب مني بزاف، البيت كبير اللي غادي نغسل فيه. وانا نقول لها شوفي اجي هزي هذيك المخده وسيري لهيها وجلسي انتيا. قلت لها اخرى البنت الثانيه هزي حتى انتيا مخده وجلسي.
ينهي فيهم اللي القصد ديالها. انا هما بجوج، هي وحده من هذوك الجوجات من البنات، وحده كاينه الكبيره وكاينه الصغيره. الاخ ديالها وقال لي الصغيره، قال لي اختي الصغيره. صافي بعتهم مني واحد المسافه من المغسله، بعتهم مني من المغسله بواحد المسافه وجلسوا. صافي كتبت نوض تجي تقرب ليا كنقولها غير جلسي، كتقول انا نعاونك. راه قلت لها السيده معاونه الله يجازيك بالخير، ها جلسي بلا ما ديري يديك انت ولا اخرى وهذه ها جلسي وشوفوا. خليتهم هكا صافي، غسلت كفنت السيده، ساليت مرت خوها اللي قال لي بالضبط بغات تدخل. قلت لها لا ما تدخليش قبل مني من بدا الغسل. قالت لي انا غندخل معاكم. قلت لها لا ما تدخليش، كاينين بناتها بجوج يكفي. صافي السيده اللي غادي تكب عليا صافي يكفي، ثلاثه الناس الله يجعل شي بركه بلا ما ندخلوا بزاف، نديروا ندخل بزاف زعما هذا هو المبرر اللي بلا ما نجرحها ما نقول حتى شي حاجه ما بينش ليها. قالت لي غير ندخل غير نشوف. قلت لها الله يجازيك بخير، غا وقفي تمايا تنكمل وراه غادي خليكم تدخلوا تشوفوا هاي لبيتو الدخل. صافي بقات برا، شديت مانطه لقيتها عند الباب باش ما يخرجش ليا داك الماء اللي كيتخوى لسوء الحظ لهذيك البلاصه ديال المخاسره. ما الماء ما كيتجمعش كامل، ما كيهبطش كلشي الماء، لابد كيضيع عليك الماء. صافي غسلت كفنت ساليت السيده كفنتها كلشي. فين ما بتحركوا فين ما بيتحركوا هذوك بجوج، يعني حتى هذيك اللي النيه ديالتها ما في بالها والو، حتى هي ما خليتهاش تحركت من بلاصتها. يعني هذا هو الحل. عمر لي التليفون وقعدت مسحت منه شي حاجه، ما عقلتش خليت الهضره معاكم. كما قلت فين صافي غسلتها كفنت كما قلت لكم، وهذوك اللي حدايا ما خليتهمش تحركوا، هذوك الجوجات ما خليتهمش خرجت حتى وحده، حتى شي وحده منهم ما قربتش البلاصه اللي فيها الماء والبلاصه اللي فيها الغسل. وهذا هذيك اللي برا كانت باغيه تدخل، قلت للوحده جيبي لي قرعه ديال الجافيل، انا ما تحسش ما كنديه معايا ولكن ما كاينش هذيك النهارات ما عنديش. جابوا لي قرعه تاع الجافيل وبقيه تاع التيد كبيره، دخلتهم عطيت للسيده اللي انا قلت لها هذه اخوي في السطل الماء نقي وديري فيه هذوك الحوايج ديال هذيك السيده، كلشي رقديهم تمايا رقدتهم. غطيت السيده بالمانطا على ما يجيبوا المغساء، على ما يجيبوا المحمل اللي غادي يديروها فيه. صافي كتمشي ليا الهضره، كتلف ليا الهضره، كان كيعجز لساني والله، كيعجز مني كتسمع كتبي تشرحي بحال هكا، حيت شي حاجه ما كيصدقهاش العقل كاع. مني كتعود البنت كتبي تشعود في الجثه ديال تمها، راه لا اله الا الله، انا ما عرفتهاش شنو كانت بدير فيها، ولكن اشنو اللي بتدي ولا شنو اللي بتدير من هذا ما عرفتش. ولكن يعني غا كونك انك بتدير شي حاجه في هذاك النهار اللي هذا، راه هذيك راه ما كيصدقها العقل. صافي السيده اللي برا كتمشي وتجي. صافي قلت لخويت تيد خويت جابيل في داك البيت كامل شت خويت فيه بحال هكا، ما خليتش يعني كلشي عقمت بداك جابيل تما هذيك البلاصه كامله. السيده كف اللي كاينه معايا في هذيك اللحظه بعدا الحمد لله، قلت لها شوفي هزي الماء دي للطواليط خوي وشللي البلاصه فين خويتي الماء، اللي رجعي دي الماء لاخر. داكشي اللي دارت كتهز كتدي وكترجع كتدي وكترجع، ما تصوروش شنو هو اللي غادي دير السيده باش غادي تهز الماء. بتهزو بالعصا، الماء بتهزو بالعصا، عصا ديال الكراطه. على ما قال لي لوسها هو ولد المراه اللي ماتت، قال لي مرت خويا بتشعود لراجلها كيشبحها كيضربها باش غادي تهز الماء، غتهزو بهذيك العصا. وهي تجيب العصا ودخلتها لي حطتها لي ورا الدفه ديال البيت، يعني في حدا الماء، محطوط النص ديالها في الماء والنص ديالها واقف مع الحيط. انا سبحان الله نبهني الله لديك، يعني عينيا بحال هكا كيدوروا، نبهني الله لديك العصا
صافي وانا ندير فيها بحال هكا، قلت لها العصا منين جات؟ هي تقول لي كانت ملقيه الباب، كانت ملقيه الدفه، هي نيت. صافي وانا نسكت، قلت صافي السيده رجعت ديك اللي كتخوي الماء، قلت لها واش هاد العصا كانت ملقيه الباب؟ قالت لي لا، انا راه متاكده بانها ما كانتش ملقيه الباب، ما كانتش كاع معانا في البيت فاش يلا بدينا نغسل. قالت لي لا. صافي وانا نبقى هزها بحال هكا، بقيت هزة ديك العصا بحال هكا في يدي على سبيل المثال، هي هادي هزيت ديك العصا هزيتها، وهي منين هزيت ديك العصا قلت سبحان الله. وهي تقول لي كره هادي السيده اللي هي تقول لي كره جابها شي حد، كره شي مراه هذيك كيشبحها راجلها وجابت هذيك العصا تما. قلت لها والله كوني شفتها ديك اللي جابتها هي حتى تاكلها بها هي نيت، ما لقات ما دير غير هذا الشيء اللي كون كلاتها من عندي هي نيت بها. صافي بقيت انا هزه هذيك العصا في يدي، كان نقول للمراه ديري السيده اللي معايا جفي هنا، هزي هذه ديري هكا ديري هكا ديري هكا، وهزه ديك العصا بحال هكا في يدي. صافي وانا ندير كملت هذيك المراه. صافي هذيك اللي شافتني هزه العصا تفاجات من شافتني هزه ديك، بقيت هزه العصا في يدي، شافتني بقات حزاني في غادي نحطها، انا ما حطيتهاش من يدي. مشيت على لا كنوري للسيده ها شنو مازال ما هزوش الجوته من البيت، وانا نغفل هذا رجعت الدفه. صافي غفلتهم بحال هكا، يعني دوك اللي عرفتهم عاسين على شي حاجه، مالي العصا كما كنقول. صافي وانا كاينين الحواش بزاف هادو بحال اش كنقولوا حنا، الحوش تاع الغنام ولا كوري ولا كلها وشنو كيقول لي، كاين بزاف محادين بحال هكا للديور. وانا نهزها وشيرت بها من فوق السطح المال فوق، يعني عالم الله فين غادي توصل هذيك العصا، غتوصل ما شي بلاصه ما معروفاش فين، وغادي تجي وسط الديور ولا فوق شي سطح. هذيك اللحظه المهمه ما غاديش تبان للسيده اللي غادي تبغيها. صافي شيرت بها رجعت دخلت لبلاصتي، وهي تقول لي فين عصاتك اللي انت هازه. صافي تما انا عرفت الا بالله راه السيده كاين في بالها شي حاجه باغياها، ماشي يعني الكلام ديال السيد صح. هاد الفيديو درتوه الاخوات والاخوان عبره للناس اللي ما كيخافوش الله تعالى، باش يخافوا الله باش ما يديروش شي حاجه خايبه اللي في واحد الوقت اللي كتكون الام ديالك في امس الحاجه لك، انك توقفي على الجثه ديالتها وتراعيها وتكرميها وهذا، وتعودي انت في بالك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لا اله الا الله. وهذا هو الفيديو النهايه ديالو، نتمنى تبارطاجوه والله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو باذن الله، والله يقينا وياكم شر الخلق، راه بنادم خايب الله يعافينا وصافي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.